Okay, thanks. Have a great day. أريد أن أقول عندما نقول عن أردوغان بأنه لص سرق المصانع والمعامل سرق القمح سرق النفط بالتعاون مع داعش والآن يسرق الأرقام هذا العنوان ولكن من جي اليوم إلى إدلب ترخص لها بكل طيب خاطر احتمال وقوع اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن الجوي الأمريكيين حذرت منه شركات الطيران الأمريكية الكبرى في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G مطالبة في رسالة للبيت الأبيض بوضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات الأمريكية ومحذرة من أن إشارات الراديو الصادرة من المحطات الأساسية للشبكة الجديدة لها تأثير سلبي على سلامة الطيران. هدفنا بالطبع هو التوصل إلى حل بشأن نشر شبكة الجيل الخامس يحافظ على أعلى مستوى من الأمان مع تقليل الاضطرابات في سفر الركاب. وعلى الرغم من أن شركتي الاتصالات فيرايزن AT&T المعنيتين بإطلاق خدمة الجيل الخامس سي باند الجديدة أعلنتا تأجيل التشغيل للمرة الثالثة خلال شهرين، كشفت وسائل إعلامية أن العديد من شركات وخطوط الطيران والشحن العالمية قررت إعادة تنظيم رحلاتها إلى الولايات المتحدة أو إلغائها، ومن بينها شركات هندية ويابانية وإماراتية. أما شركات الاتصالات وشركات الطيران الأمريكية فواصلتا تبادل الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن الموقف الحالي. إن إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية بخصوص الجيل الخامس سوف تحظر أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية في 40 من مطارات الولايات المتحدة الكبيرة. شبكات الجيل الخامس آمنة وقطاع الطيران يعمل على إثارة المخاوف وتشويه الحقائق أن التأخير وتأجيل الطرح سنة واحدة سيسبب خسارة قدرها 50 مليار دولار في النمو الاقتصادي. وكان بحث أعدته مجموعة إيرلاينز فور أمريكا قد خلص إلى أنه لو كانت قوانين إدارة الطيران الفيدرالية بخصوص الجيل الخامس مطبقة في العام 2019 فإن آلاف رحلات الركاب ونقل البضائع كانت ستعاني من تأخير أو تحويل في المسار أو إلغاء تام. لكن شركات الاتصالات والهيئة الفيدرالية للاتصالات من جانبها تقول إن شركات الطيران تعرف بأمر تقنية سي باند الخاصة بالجيل الخامس منذ عدة سنوات ولم تفعل شيئا للاستعداد لتشغيلها أو تطوير أجهزتها الملاحية. أخرى يحرز السوريون النصر في مسيرتهم لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.